رجاله حد لاحظ من ملاك العربيه ان شيري توجو 7 ان هي فوق ال 120 في صوت صفاره هواء واضحه قوي؟ يعني شوف اسمعوا كده. طبعا بغض النظر عن ان عزل الهواء فيها مش قوي قوي، بس في صوت صفاره هواء. طيب الفكره ملاك بيشتكوا من الموضوع ده ولا لا؟ يعني ولا هي دي حاله فرديه؟ دي رقم واحد، ده اول سؤال. تاني سؤال، عرفتوا المشكله منين ولا لا؟ تمام. تالت سؤال، هل وصلتم لحل ولا لا؟ هل التوكيل وصلكم لحل ولا لا؟ لان انا الموضوع بتاع الصوت ده ضايقني جدا. انا يمكن هو الصوت ناعم قوي محدش سامعه قوي يعني، بس انا سامعه ومضايقني، فبحثت وراه والحمد لله عرفت مصدر الصوت وعرفت العلاج بتاعه. فطبعا زي ما كان لو تفتكروا في العربيه الاوكتافيا الاي 8 اللي كانت معايا، كان برضو ظهر فيها مشكله صوت في الشنطه، والحمد لله ربنا وفقني ان انا حليته ونشرته لكل الناس. فيا ريت تجاوبونا على الاسئله. اول حاجه، هل كل العربيات شيري تيجو فيها صوت الصفاره دي فوق ال 120 كيلو؟ يبقى ده رقم واحد، ده اول سؤال تجاوبونا عليه. تاني سؤال، هل وصلتم للسبب؟ ثالث سؤال، هل وصلتم للحل؟ رابع بقى سؤال، هل انتوا حابين ان انا اقول لكم على حل المشكله دي ولا الموضوع مش فارق معاكم قوي؟ يا ريت ان انتوا تكتبوا لي برده في التعليقات لو انتم حابين ان انا اقول لكم المشكله فين، او الصفاره دي جايه منين، سببها وايه علاجها. بس ده كده سريعا جدا، فيا ريت ان انتوا تكتبوا لنا في التعليقات، وانا في انتظار تعليقاتكم، في انتظار الإجابة على الأربع أسئلة دول. أشوفكم بإذن الله على خير في تريكات جاية كتير، حاجة جاية أكتر. وسلام عليكم.